في بيت بينخلع على جنب بيتك يعني اكيد بدنا نرعب. ساعة 2:30 إلا مش اليوم بالليل، أول امبارح بالليل بنسمع خبطة كسر باب خلع باب، بفيق على هيدا الصوت، بتوجع على الباب البيت اللي قلنا لأفتحه وقطع بشوف شو القصة، فبسمع صوت عم بينقال، فوت لجوا أمن دولة، فبفوت ومن هون ما عاد شفت شو صار بحرم البناية.